لم يرى محبوبة سيدين. هذا النوع الخوالي من الأسماك دي كما يقولوا يحدث الرعب بزاف للصيادين، وهو أكيد يعني سمكة خطيرة خاصة كما تشوفهاش، لكن بمجرد أنك شفتها راح يزول الخطر تحت أنك تقدر تتفاداها. الخطر تاع هذا الأميران الخواوي يكمن في كما نقولوا اختباء تحت الجحور. دائما ما احنا نباشروا جحور وتكون هي متخفية فيهم، وين ممكن يعني تطاكينا. لذلك نحاول دائما قبل مباشرة الجحر نفحصوه مليح ونعينوه جيدا باش نتفاداوها، لكن يعني كي نشوفوها راكم تشوفوا ما مش راح تشكل علينا خطر كما رانا نشوفوا مع بعض. الله المستعان. الخوا هذه خرج يوم أمس، خوا 15 سبتمبر 2023، دوك كنا عطلة، كان بحر مليح. الخوا أمام كان توافق بين التيارات، اتجاه تيارات واتجاه الرياح، كانت شمالية شرقية. في المكان اللي سيد فيه الخوا يعني كان فيها افونتاج وانكونفينيون. افونتاج انه انا كي نباشر الصيد تاعي راح يكونوا تيارات مقابلين، راح نكون ضد التيار، لان هذه سمكة صار ما شاء الله ايديكم كانت الجحر. ما حبيتش نشغل مصباح الخوا باش ما تفرش باش ما تفزعش، وكنت انا نشوف ما يشكي الكاميرا. الحمد لله سددناه ولله الحمد. كما قلت لكم الخوا لافونتاج لي كان كي كنت انا مواجه التيارات كنت نصيد عكس التيار، وهذا هو الاصل في الصيد تاعنا، لانه عكس التيار يجيب الاسماك المفترسه. كما ثاني الفوضى اللي تحدثها انت والحس تروح وراك، ما تروحش تسمك الاسماك تسمعها وتفر منك، خاصه ان الرؤيه كانت متوسطه ما كانتش جيده، وهذا ساعدنا باش كما نقولوا تكون عندنا تقدروا تقولوا ويكيليبر بيننا وبين الاسماك، نشوفوهم في الوقت يشوفونا فيه، وتولي بعد الحيل تاع الصياد والرزق بيد ربي على كل حال. لانكونفينيو الوحيد خاوه في المكان هذا اللي قلت لكم انه الشمس تكون مقابلتنا ديريكت، ممكن نكونوا حنا عكس التيار كي تكون كيما نقولوا تيارات شماليه شرقيه، وبالتالي كما تعرفوا خاوه الشمس راهي شغل تكشف ديريكت الاسماك وين تفر، انت ما تشوفهاش انه لي ريون سولار عاميينك ما تشوفش، والاسماك تهرب منك تشوف قبل ما تشوفها. لذلك احيانا تحتم علينا الامر وين نبحثوا في الجحور، بالرغم من انه كانت ماري اوت خلاص، كانت كيما نقولوا كان كاين مد، ونورمالمون معظم الاسماك تكون تسبح في الخارج، لكن كيما قلت لكم كاين بعض النقاط اللي ياثروا على الخرجه تاع الصيد تاعنا، من بينهم يعني العوامل الاضاءه كيما الشمس كانت مقابلتنا. لان هذه ثاني سمكه صار سددناها ولله الحمد. قلت لكم امبارح خوا التيارات كي رحنا عكس التيار في الخرجات عاونتنا بزاف باش نخرجوا، لانه راح يكون الجسم كيما نقولوا منهك، وتيارات تعاون يعني في الدفع تاعنا، يعني بمجرد تجديفات خفيفه برك راح يتنقلوا. لان ثاني خوا كيما قلت لكم كانوا بعض الجحور كانت الشمس ساطعه جدا، لذلك يعني كي توصل لمكان يبان لك شغل ما فيه والو، لكن احتماليه كبيره يكونوا الاسماك في الجحور. هبطت لهنا جحر ما نعرفوش، شغلت المصباح نشوف الاسماك الصغيره هذيك، لا لقيت سمكه تيسار كانت الغايه خاون سدت الكبيره، لكن فضل ربي على كل حال سددناهم في زوج. دوك نشوفهم مع بعض، يعني كما نقولوا تسديده بسمكتين. انا النيه الخوا كانت نهار الاول نضرب الاولى كوم في المومون تاع التير، جات الاخرى مع الديابات سددتها معها. الله المستعان على كل حال. هاي ليك زوج سمكات جاو مع بعض، كان تقريبا الخرجه تاعنا كما خوا مركز على اسماك صار لي بواسون دو زون. انه كاين بعض التفاصيل تقول بلي تما بالنسبه للحاله تاع القمر تكون الاسماك الكبيره والمفترسه تكون جازت في الليله اللي سبقت هذه الخرجه تاعي انا، تما الصبحة هذه اللي خرجت فيها نصيد أنا الليلة اللي قبلها جات الأسماك المفترسة، وهذا من بين يعني كيما نقولوا المعايير اللي بها نفهموا تصرف تاع الأسماك عليها، نلقاوها مرتبكة في الصبحة هذيك اللي ندخلو نصيدوها. أنا هذا ثاني جحر آخر خاوة شاركت من قبل هذا الجحر اللي صيد فيه السرطنبور، طليت فيه كان معمر أسماك صار ما شاء الله، خيرت الكبيرة فيهم وسددتها ولله الحمد. كان لهنا كانت بريزون ثاني تاع اسماك صار ما شاء الله، كان ثاني حبات تاع دورات جريز، وانما كانوا يكشتن كيما لا ماجوريتي الخوات تاع الاسماك دورات جريز تسبح نصف عمق،
وبالتالي تصعب عليك أصلا عملية الاقتراب. المهم حتى كنت تعبت ترى صدرها تفرغ ما تقربلكش، تحاول يعني تصيدها بلاكولي. بلاكولي تكون صعيبة خاصة في حالة التيارات كما الحالة تاعي، كان دائما سابقتني وين كي تحب تهبط تخدم لاكولي، إذا شتا تكون سيلونسيو كدا تهرب قبل ما تعطيك العمل باش تقرب لها. لهنا ثاني نفس الجحر الخاوة بطلب من الجهة المقابلة، هذا هو المكان بالضبط اللي صيدت فيه سمكة صار طنبور. هبطت نبحث فيه كان نشوف في أسماك صغار صغيرة، وهذا يكمل معايا على تواجد أسماك كبيرة، لكن أنا في الحالة هذه ما كانتش كاينة. رزق بيد ربي خاوة، لأنني بحثت مليح كي شت تاني ما كانش شغلت المصباح شت سمكة صغار لي خلاص في الفوق. هاكو شوفها راي ليكم سددنا ولله الحمد. لا انا خاوه كي جيت صاعد السهم علق، عاودت نبيري فيه لذلك خليت المسدس لهنا. دوك نعاود نسترجع فقط ونعاود نولي لهنا، راني عاودت وليته استخرجته ولله الحمد. كانت قصرة خفيفة فيها سمك صار مهم جبنا عشانه ولله الحمد. والحصيلة الإجمالية تاع الخرجة الخاوة نشاركها معكم في آخر فيديو. العموم هذه هي الخرجة تاعنا خاوة، بكاش فيديو جديد إن شاء الله. تهلاو في روحكم، السلام عليكم.